يسعد لي مساكم جميعا. اليوم بسوي معكم فيتوتشيني كريب لذيذ وسهل. بخلاط الجيك راح اخلط كوب وثلث حليب سائل، كوب دقيق، ملعقه زيت، وملعقه سكر، وحبتين بيض وفانيلا طبعا عشان زفره البيض، ورشه ملح. نسيت اجيب الملح، نجيب الحين ونحطه. هذا خليط الكريب وجاهز، راح اسويه بآلة الكريب اللي هي كريب ميكر. لاني ابغى اسوي زي الفيتوتشيني فما ابغى احمرها مره بزياده من ورا، خلاص مجرد انها خلاص استوت بشيلها ونسوي غيرها. الحين بعد ما سويت الكريب عندي هذه المجموعه، ما يفرق عندي الشكل نهائيا لاني راح اقطعها بشكل طولي على شكل فيتوتشيني، بوريكم الحين. خلاص بعد ما قطعتها كذا احاول اني افككها واحطها بصحن التقديم وازينها بالشوكولاته، فراوله او توت حسب ما تحبون. خلص فيتوتشيني كريب زينتها بالنوتيلا وبالفراولة، وممتع إذا شاركوكم الأطفال إنهم يسوون الكريب، يعني فيها نوع من المتعة والتعلم برضو. وبالعافية.